مساء الخير، مساء التفاؤل. معكم أخصائية التجميل وخبيرة التغذية كيان. منتجنا اليوم هو فوريفر ديلي. قد لا نحصل في غذائنا على كل الفيتامينات اللي تحتاجها أجسامنا بسبب اختلالات النظام الغذائي. الحل الأمثل لمعالجة هذه المشاكل هو الديلي، حيث يعمل هذا المكمل الغذائي متعدد الفيتامينات على توفير كافة العناصر الغذائية اللي يحتاجها الجسم من خلال تركيبه، خاصة تحتوي على 55 عنصر غذائي متوازن على نحو مثالي مستخلص من مزيج الفواكه والخضروات. كما تتميز حبوب الديلي بأنها مغطاة بالألوة، كما يحتوي على فيتامين A وD وC وE وB12 ومعادن الكالسيوم والحديد والمنغنيسيوم واليود والزنك والنحاس والمنغنيز، كما يحتوي على زيت الزنجبيل والكركم وحمض الفوليك. من فوائد الديلي، يساعد على علاج الفجوات في تناول الفيتامينات، يدعم امتصاص الجسم للمعادن بشكل أكثر كفاءة، يمنح الجسم الصحة والحيوية المثالية، مضاد للأكسدة، يعالج المسالك البولية ويعوض الجسم عن فقدانه للفيتامينات، يعالج المفاصل ويعالج فقر الدم، يؤخر علامات الشيخوخة ويعالج الكوليسترول بالدم. من موانع الاستخدام، لا يعطى للحامل والمرضع والذين يعانون من مشاكل في القلب والكلى والكبد، ولا يعطى للذين يتناولون أدوية منتظمة، ولا يعطى للأطفال دون سن 16. طريقة الاستعمال، يؤخذ حبتين مرة واحدة يوميا، تحتوي العلبة على 60 حبة. ينصح بشرب مياه كثيرة بعد تناوله. ودمتم حبايب قلبي بألف ألف خير.